روبن، لانه طبعا كما قلت هو يعني موقف صعب، وكما تم تسريب مؤخرا تسديده قويه جدا. جول توني كروس، يطلق صاروخ كروس من توني كروس من خارج منطقه الجزاء. روعه روعه، تخدع فورم وتلمس في العارضة وتسكن في الشباك. هدف سينمائي رائع، لم يفرح توني كروز، لم يحتفل، لم يسعد كما يجب ومفهوم تماما، لكن هذا الهدف سيبقى في الذاكرة حتى لو كان في مباراة ودية، حتى لو كان في مباراة لا أحد يدري تحديدا ما هو الهدف من إقامتها، لكن هدف